ينضم معنا دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور جاسم. بداية، يعني مركز حقوق دعم حرية التعبير يسجل مقتل الروائي علاء مشذوب إضافة إلى 37 انتهاكا بحق الصحفيين العراقيين والمتظاهرين، يعني أغلبها اعتقالات خلال الربع الأول من عام 2019. هذه الحصيلة دكتور جاسم، كيف تقرأها؟ نعم، شكرا لكم. لا شك أنها حصيلة، يعني يمكن أن نقول هي تختلف تماما عن الإحصائيات السابقة، ذلك لأنه تعلمون أنه في السنوات الأولى كانت الإحصائيات يعني مخجلة، وكانت هنالك العشرات من الشهداء في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى المئات من المعتقلين والمحتجزين وربما المغيبين. وعليه أظن أن الأمر ما زال ضمن المستويات المخجلة. نحن نأمل أن ينفذ السياسة الذين يحكمون العراق ما يدعون أنه ديمقراطية، وبالتالي معلوم أن علاء المشذوب رحمه الله قتل نتيجة انتقاده لبعض يعني القضايا الشائكة في المشهد العراقي، وهذا حال غالبية الذين استشهدوا في هذا الملف. وعليه يبدو أن كتبوا الديمقراطية في العراق لا يتحملون الرأي الآخر، ومن هنا تبدأ الكارثة، ومن هنا تبدأ المأساة، وتبدأ التصفيات الجسدية والاعتقالات وغير ذلك من الانتهاكات لقطاع الإعلام. أمام هذه الأرقام، إلى أي مدى ساهم قانون الجرائم الإلكتروني في الحد من حرية التعبير في البلاد؟ طبعا لابد أن نذكر أن هذا القانون له إيجابيات وله سلبيات، بغض النظر عن الموقف من الحالة القائمة في العراق، لكننا نتحدث بحالة موضوعية عن القانون. معلوم أن هذا الانفتاح في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أصبح العالم قرية صغيرة، هنالك سلبيات في الموضوع، هنالك استخدام خاطئ للإنترنت. ربما من هذا المجال يمكن أن نؤيد يعني قرار الذي يعاقب التجاوزات في الجانب الإلكتروني. أما في الحالة العراقية، ربما أن الغالب العام من الدافعين باتجاه هذا القانون هم يريدون إسكات الآخرين، لا يريدون أن ينتقدوا، وهذه هنا هي الإشكالية. لو كان الأمر مجرد معالجة الجانب السيء من القضية لكان الأمر هينا، لكن يبدو أنهم يريدون كما حصل للمغرد محمد جاسم يوم أمس، رأينا كيف أنهم اعتقلوه ثم بعد ذلك تم الإفراج عنه بكفالة مالية، وعليه ربما هم يدفعون من أجل هذا الجانب، جانب إسكات المنتقدين للحالة القائمة في العراق، وهذا طبعا يتناقض مع الديمقراطية وحرية التعبير والرأي التي يتحدثون عنها. وعليه أعتقد ينبغي عليهم أن يعني يتحملوا الرأي الآخر. من يريد أن يبني دولة عليه أن يسمع للآخرين، أما أنه يبقى يعني ينظر لأعماله على أنه جيدة ومنزهة عن الخطأ، فأعتقد أن من يدفع بهذا الاتجاه هو متكبر ولا يريد أن يبني دولة، وربما هذا حال الكثير من المسؤولين في الدولة العراقية اليوم. هل سيستمر هذا التضييق من وجهة نظرك؟ طالما هنا عدم وجود يعني عدالة، أو ربما عدم وجود قانون ناظم للعلاقة بين المنتقدين والحكومة، أعتقد أن القضية ستستمر على هذا المنوال. لكن حينما يوجد قانون ناظم للعلاقة أو سامح للانتقاد البناء، الانتقاد غير قائم على الشتيمة وعلى الانتقاص الشخصي وعلى الانتقاص من الشرف والعرض، أعتقد أنه في هذه المرحلة يمكن أن يعني ننهي حالة يعني التغول الرسمي أو تغول المسؤولين على الناقدين. أما اليوم فأعتقد أن الأمر لا يوجد قانون يعني ينظم هذه العلاقة، وهم يملكون القوة، يملكون السيطرة على القانون، وبالتالي أرى أنهم سيبقون يسيطرون على هذا الجانب، جانب تخويف المنتقدين وجانب
ترهيب المنتقدين، وهذا أمر كما معلومة تحدثنا دائما هو يتنافى مع حقوق الإنسان أولا ثم مع الديمقراطية التي يدعونها. من اسطنبول الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.